تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد والاحتفاء بيوم الطلبة العالمي في 17 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من تفشي الكراهية والطائفية داخل المؤسسات التعليمية. تعرفون شنو معنى الطائفية والعنصرية؟ الطائفية والعنصرية يعني طالبة زميلك وياش بنفس الرحلة تعاي كرهيها، فيجب لا نعطي مجال للكراهية أو للعنصرية الطائفية في العراق. العراق لا يعرف الطائفية. التجمعات والاتحادات الطلابية في الجامعات والمدارس العراقية أخذت على عاتقها تنظيم النشاطات الطلابية كالمؤتمرات والندوات والتجمعات التثقيفية، والتي أسهمت بشكل كبير بزيادة الوعي الطلابي. هدفنا من مشاركة مثل هكذا فعاليات أكيد هي تتلخص بنشر السلام والمحبة ونبذ كل أساليب التطرف والكراهية. شلون هاي تجسدت بالجروب اللي سويناه؟ لأن هذا الجروب هو ضم عديد من الشباب من مختلف المذاهب والطوائف، ولكن اللي يجمعنا هو حب الوطن. الأفضل هسه حالياً بهذا الوقت وهذا زمننا أنه نبتعد عن التحزب وعن الطائفية وعن هذه الأمور اللي تقيد المجتمع، اللي تقيد الفرد، اللي تخلينا هسه حالياً إحنا المفروض نكون متحررين. احتجاجات تشرين الأول أكتوبر لسنة 2019 كانت الحدث الشبابي الأبرز في تاريخ العراق الحديث، حيث شكل الطلبة العراقيون نسبة كبيرة من المحتجين والمنظمين، ولا يزال الطلبة يعدها نقطة تحول في تفكير الطالب العراقي وتوجهه. بالوقت الحالي بدأ وعي الشباب يعني ازداد بصورة كلش حلوة وكبيرة، خصوصا بعد ثورة تشرين، يعني شفنا وعي الشباب. منها عمل حملات توعوية ضد المخدرات، ضد العنف الأسري، هاي كلها تساهم بدعم المجتمع ونخلي بصمة شبابية للارتقاء بالمجتمع، ونحاول على قد ما نقدر نغير الفكر المجتمعي السابق إلى فكر شبابي وأطروحة شبابية جديدة. التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي ليست وليدة اللحظة، إذ يحذر مجموعة من المختصين منذ أعوام من استغلال الأوساط الطلابية من قبل الأحزاب السياسية المتخندقة طائفياً خدمة لمصالحهم بشكل عام. يحارب الطلبة العراقيون وبجهود شخصية وإمكانات بسيطة المادة الطائفية القادمة من خارج الحدود، والذي نجح في سنوات سابقة في تكوين جماعات متشددة شكلت خطراً واضحاً على السلم المجتمعي العراقي. عيسى العطواني، الحرة، بابل.